منذ يونيو عام 2004 أكثر من 100 مهندس ومعماري كويتي من المتفوقين استفادوا من برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج في دورات تدريبية داخلية مكثفة. حصلوا على العديد من الشهادات ومن ثم تم تدريبهم حول العالم. هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة كمبيوتر. وحين عودتهم وجدوا الوظائف المناسبة ومدت إليهم يد الشراكة وفتحت لهم أبواب المستقبل. هم كانوا أولاً، فإن كنت تمتلك المؤهلات كن من النخبة.